المباراة ما كانش سهلة، ما نساوش لاعبين ضد المتصدر اللي افون سو ماتش كان ايزون غاني دي ماتش، داروا جوج ديال التعادلات وجوج ديال الهزائم، وكانوا في اون ديناميك اللي مزيانه، كانوا جاوا من وزم اون فيكتوار. الحمد لله القراءة اللي قرينا كنا توفقات في لي 30 بروميير مينوت، جات واحد البالاريتي اللي كان فيها شويه ديال السهو، ولكن الحمد لله ونا با بانيكي، بقينا غاديين في التوهج ديالنا ودخلنا في لاميتو، عطينا واحد التعليمات التكتيكيه شويه هادفه، وربي سهل لانه المجهود ديال الدراري تخلص، باسكو في دوزيام ميتو انا ايتي بلوز امبيسيو، والحمد لله كنا في واحد لا ديناميك اللي كنا نقدروا نكونوا يعني بلو شونسو وناخذوا اكثر من نقطه، مي تاخذ نقطه هنا في ملعب في مركب محمد الخامس ضد المتصدر ما سهلاش. كنعرفوا الوداد سي اون ايكيب كي بوني لي زيكيب اللي كي واحد الوقت تحس براسك بان راك شاد الماتش، ولكن هي تو بوني سي سكي اي تي في 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 لا بروميير ميتون. مي الحمد لله اون با بانيكي، عندنا الرجال دراري تبارك الله امنوا بان يقدروا يرجعوا في الماتش، والحمد لله هاد 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 النقطه اللي كنعتبرها انتصار الي بوغ او بوغ كاع المكونات ديال الفتح، بالجمهور بمسيرين بستاف بستاف ميديكال بستاف تكنيك. الحمد لله هادشي ما كيبشر غير باش في المستقبل نشوفوه افيك اوبتيميزم.